إذا مرحبا بكم في القناة. السلام عليكم. الآن نحن في فترة الخريف، من بين المؤشرات الدالة على وجود الرحيق في الخارج، معناتها في المرعى وجود الرحيق، وممكن يكون الرحيق بكثرة خاصة الموسم هذا، راح تكثر فيه لشجرة الخروب وكذلك نبتة المغرمان. هذا العنصرين للرحيق لما يكونوا متواجدين بكثرة وخاصة الخروب، إذا تلاحظ علامتين على الخلية، تلاحظ الشغالات تنشط بكثرة. إذا الشغالات لاحظ معي أنها تكون نشطة وبسرعة، معناها ما تكونش حركة بطيئة وإنما حركة سريعة، حتى وأنه تحس كأنها تجري في، معناتها تكون سريعة جدا في الخروج تاعها وفي الدخول. إذا لاحظ معي الآن هنا بالنسبة للخلية، لأنه هذه الخلية كما راكم تلاحظوا، الآن نقرب لكم صورة، الشغالات فيها تخرج بسرعة، وكذلك يوجد كذلك شغالات أمام فتحة الصروح تستقبل الشغالات اللي تكون خارج. إذا لاحظ معي، والنحل كذلك يأتي بدون غبار، معناتها أرجل تاعو خاوية وفارغة، ولكن يأتي محمل بالرحيق. لاحظ معي هنا النشاط كيف يكون، هذا دلالة على وجود الرحيق في الخارج وخاصة لنبتة الخروب أو شجرة الخروب. الملاحظة الثانية، حتى أنك لما تكون جالس أمام الخلية تشم الرائحة نتاع رائحة الرحيق اللي هي تشبه طلع النخل، معناتها رائحة طلع النخل أو النخيل، طلع النخيل الرائحة تاعو تشبه رحيق الخروب. نلاحظ معي الخلايا ما شاء الله وتحركت على كل حال، هنا في المنحى الثاني هذا جل الخلايا على كل حال هي تنشط، جل الخلايا راهي تنشط الآن وتجمع في الرحيق ما شاء الله. حتى أن الخلية كذلك تلاحظ أمام الفتحة النحل يقوم بالتنظيف، هذا دلالة على أن الملكة تقوم بالتبييض، معناتها الآن الملكة في هذه الفترة لشهر أكتوبر راهي الآن تقوم بالتبييض ما شاء الله. لما تلاحظ كذلك الشغالات تقوم بالتنظيف وتخرج معناتها الفضلات من الخلية، هذا دليل على أن الخلية في حالة تبييض معناتها وتجيش. إذا هذا فيما يخص هذه الملاحظة. كذلك النصيحة الثالثة أو الملاحظة الثالثة، لما تلاحظ هذه الخلايا بهذا الحال تفقد الخلية أولا على أنك تضيف لها إطارات ممطوطة، خاصة إطار أو إطارين يكونوا إطارات ممطوطة، معناتها بجانب البيض، معناتها بجانب الإطار اللي فيه البيض، هذا حتى يسمح للملكة بزيادة عدد ممكن من البيوض. هذا فيما يخص هذا الفيديو، وشكرا.